السيمورال ونشكر جزيل الشكر على الخارجي وسيرة الضوء على هذا الموضوع حرب الجد ونظرا لمكانه القطاع ومساهمته في التنميه الاقتصاديه والامن الغذائي لمسنا مجهودات كبيره من طرف الدوله الجزائريه وعملها على تغييرات عميقه في الميدان الفلاحي وتطوير الوصول للاكتفاء الذاتي. نشوفها في شكون من خلال قرارات يعني شريفه قرارات فعليه قرارات كبيره من خلال المجالس الوزاريه في العاصمه رئيس الجمهوريه وقرار السكرتير رقم قيمه شراء القمح ليبيا اللي بدا من شهر 8 اليوم صباح الفلاح تشريح منها التعاونيه 750,000. هذه يعني مجهودات الدوله كما ان الدوله وصلت للقطاع نفقات هامه في الميزانيه السنويه واعداد عده برامج مثل المخطط الوطني للتنميه الفلاحيه وكذلك برنامج النمو الاقتصادي وكذا البرنامج الخماسي. وبالتالي ارى انه لا بد من تجنب التعاون الجميع من له صله بدايه من السيد والي والسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي وكل المعنيين وصولا الى الفلاحين. هذا من خلال رفع المساحات المزروعه وحصاد المسكنه. وكذا التاكيد على توصيات الوالده من خلال تقرير الزميل يعني قانون التقرير يعني التوصيات كافيه وشافيه. ان شاء الله يجلس الميدان متحمسين على كل حال ولكن يبقى الاصرار والمتابعه. كما اشير سيدي الوالي الى توصيه توسيع الشبكه البنكيه لاباطا. سيدي الوالي كانت هناك زياره لمصلحه التقنيه الجهويه لبنك البدر الى بلديه الغاصه. بالتالي بموافقه البلديه وانشاف عده محلات ولا مقرات. لكن اليوم من هذا كانت السنه الفائته اليوم من هذا لم نلمس اي رجاء ان تساعدنا لتسديد هذا المطلب للافراج عن المبلغ المالي المخصص لتاهيل وتاهيل المطر من طرف المديريه العامه بطبيعه الحال لتقريب المنتوجات البنكيه في الاحياء الداعمه للانتاج. ان شاء الله سنعرف تمشيها بمعيتكم ان شاء الله قبل اواخر السنه باذن الله. لذلك حبيت نقول من لابد من تحسيس الفلاحين بعدم عزوفهم عن التهديد الفاضي في الاحياء ومنتجاتهم لدى الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي. نلقى ضغط الصندوق مع تفعيل صندوق الخبر الطبيعي للتعاون الفلاحي في الاجيال المحدده. سيدي الوالي عندنا مشروع ونحن مع يعني شح الامطار وجفاف اللي اخذ تقريبا 6 سنوات او 7 سنوات اعرف القيمه قليله لتعرض الامطار. عندنا مشروع اللي هو مشروع والتافه السفلى مشروع هيدروفيلاي الذي يؤمن سقي المحيط اكثر من 1500 هكتار بولاية يعني خلال منطقة سيدي وياج الأمير عبد القادر والغاصة. هو مشروع واعد على كل حال واعد بالفلاحة الفلاحة ينتظرون التجسيد الفعلي لكن توقف المشروع تقريبا يضع تساؤلات مبهمة. الإنسان كبر المشروع على كل حال يعني من حكم تاع الإنسان معندوش المشروع انتهى تقريبا القانون وصلت المنطقة وين يدخل المشروع الولاية في تيموشات راهي موقفة. نرجو الإطلاع على هذا الأمر ونكون بخير ان شاء الله. كذلك بغيت سيدي الوالي ولازمنا اشراك الجامعه والمصالح التقنيه في التوصيات كل منطقه جغرافيا ومناخيا وكذا نوعيه التربه. 15 يوم يعني 15 يوم شفت واحد الريبورتاج تاع كان مخبر في ميلا يعني الفلاح يفد التربه اللي عنده الارض يديها للمخبر المخبر يتاكد على واش يصلح هذا التراب ولا واش من النوع اللي غادي ينجح ينجح الزراعه. وبالتالي نتمنى يكون عندنا من هذا النوع المقابل حتى نكونوا يعني نرفعوا من المستوى تاع كذلك من خلال كان مجلس الوزاري السابق على ما اظن ولابد من استغلال ساحل الولايه لانشاء محطات مصغره لتحليه المياه من اجل سقي المساحات. هذه المحطة سيدي الوالي حاليا راه كاين محطة صغيرة، والثمن تاعها ماشي كبير يعني 16 مليون حتى 120 مليون للآبار، يعني الآبار النقاط اللي تكون فيهم المياه فالحة. عندنا فلاحة قادرين، وكاينين راهم دايرينهم عندنا في الولاية هنا. محطة تصوير المياه المصغرة من البحر الثاني ممكن كاين فلاح اللي قادر على شقار، ممكن مانيش عارف على طريقة كيف يكون تركيز ولا شفتوا شفت خلال مجلس الوزاري، شفت يعني تصريحات من هكذا
بالتالي في التحليل الرسمي اللي يقدر يدير المشروع هذا يعني ما يلزمش لانه يعني ما نشوفش باللي محطه صغيره محطه كيما محطه كيما هي كبيره محطه ممكن تنتج 10000 ولا 5000 ما غاديش تكلف فيها كثير وبالتالي عندنا الامكانيه باش كذلك منور سيدي الوالي استعمال المياه المعالجه هذا الفرن وكذا تنظيم اقول كذا تنظيم عمليه الصرف من خلال انشاء تعاونيات ما لازمش كل واحد يجي يعطي نفس الابار هنا 500 متر شجار يكون هذا احترام الفرنسية وحدي نتمنى ان شاء الله يكون انشاء تعاونيات تشاركية تتقاسم الموارد المائية المتوفرة هذا كل مع استعمال الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في عملية مراقبة المساحات النسبية والمزروعة. سيدي الرئيس إذا سمحت لي بالإضافة فيما يخص الصناعات التحويلية أنت كنت طلبت من لازم تكون منطقة صناعية في المنطقة الغربية، أنت مشكور على هذا وإن شاء الله نحكوها. وأمل لا أمل أن نوصلوها إن شاء الله. إحنا برك نعطيو في المطارات من منتوج الجزر مثلا، واللي هو بكثرة وظيفة في المنطقة. أو يشيو يديو بابنا سيد الوالي. بابنا يجيو الإنتاج ويروح تما ويدير لها التحويل ويعاود يجي لها النشر. كذلك بالنسبة للحوامض، إحنا دائما نتأكد باللي النواه تاعنا ينتج اكثر من نصف مليون من الحوامض من الحمضيات هذا يجوز مع تيزي وزوجيه يدو ثاني ويعاود يجيبو الناجي لماذا ماشي غير استقلوا انتاج الحليب وتقطفها كاين حاجه برك حاجه تصنع الميزه في المفروض تصنع الميزه وهي البصل تاع الراس اللي كاين ملف ثقيل على مستوى وزاره الفلاحه ممكن يعطينا سيدي الفلاحه ملف ثقيل باش يديروا التوسمه تاع البصل. الجزائر كاين تريتمون وكاين نوع المكتيل في تيزي وزو والبصل، هادو ثلاثة مرات في الدراسة. البصل مازال ما نحلاش ولكن كاين ملف ثقيل، إن شاء الله نتوفقوا. هذا بعد المعتمد تاع تعليم هذا البصل ولا ما عادش عارف كيفاش يستعملوه ويبيعوه. هذا غير باش نأكد على الصباح، ملف الصباح. برك أكد كذلك سيدي الوالي إلى أين وصلت إشراقات سوق الجملة بهشمون بولغاصر، يعني كل هذا الشيء لازم تسويق، إذا كان ما خدمناش ونسوقوه معناتها غادي يروح لولاية أخرى ويتسابق لها ولاية أخرى. كاين نقطة سيدي الرئيس تاع الفلاحة تاع بولغاصر عندهم أكثر من 86% حرارة الشياع. وهي تعاني من التقرب الى المصالح الفلاحيه بحكم ان اراضيها الفلاحيه تحوز على عقوق الشياه وبالتالي عدم تمكين الفلاح من الحصول على بطاقه مما يحرمه من هويه الفلاح وعليه عدم الحصول على البذور وخاصه الاسمده والمرافقه الفلاح اليوم نديروا واحد الاجراء شهاده اداريه اصدرها رئيس المجلس الشعبي البلدي تاكد باللي عدد الهكتارات اللي فلاحهم ولكن تبقى الحرمان الاسمده الى يومنا هذا مع انه في سيدي ولياج الاسبوع الفارق كانوا فلاحه ما عطاوهمش الشهادات الاداريه. الاشكال انه هي من المفروض رئيس المقاطعه الفلاحيه بضغط الى المندوب الفلاحين يتعاونوا ويشاهدوا هذا الانسان اللي فلاحهم احنا ما يهمناش الشخص سيدي الوالي احنا يهمنا تحليل الارض بالمعنى استغلالها ونفلحوها ما يهمناش الشخص ولا الاسم ولا غيره. لازم نوصلوا الى ان الارض هذه تتفلح ما تكونش فيهاش ارض. هذا هو القصد لان كل شيء تغاضى عليه الا الارض ما خرجوهاش ارض. يعني تنبقاو كضريبه كيف رئيس المقاطعه مع رئيس البلديه مع المندوب المحلي ولا ما نش عارف هذا نلقاو صيغه كيف نعرفوا من الاسمده وكيف لانه كل شيء تغاضى عليه الا الارض باش تخرج لنا خاويه وحنا بامس الحاجه ليها ما خرجوهاش ارض. لازم نفلحوها. وباش نفتحوا لازم الموضوع لازم تسبيل ولازم مراقبه. بالتالي ان شاء الله نبقى واحد هذا الشيء. في الاخير بارك الله فيك سيدي الرئيس. ان شاء الله ربي فوق كل شيء هذا يغيبنا ولا يجعلنا من الغلط. شكرا بارك الله. كان الرقم اللي سمعناه قبل اشهر اللي هو 8000 مستفيد من اعانه الدوله. نقول بلي رقم مغلوط حسبناه سالت الاخوه اعضاء اللجنه. قالوا لي بلي الفلاح لما يستفيد مثال عنده قمح الليل والقمح الصلب ينعد مرتين راه مستفيد مرتين يعني ينعد مستفيدين. كنا حابين نعرف الرقم المضبوط لعدد الفلاحين اللي استردوا. اما بخصوص نقاط اخرى
نتكلموا اليوم التعامل تاع الفلاح مع الدولة، نقولوا نمدوا حتى التعبير المجازي. اليوم الفلاح راه مع الدولة كيما مصباح علي بابا قال الفلاح يمسح على المصباح وقال له خاصني رخص ابار لحفر الابار، اعطاته الدولة. قال خاصني ربي كهرباء، اعطاته الموال. قال خاصني مخالب بسومة اقل، اعطاته انا ب 2800 دينار. قال خاصني الشاعر اللي راح تديه دروك النعجة باش نهضرو باللغة تاعنا استفادوا منها. الكرة هي في مرمى الإخوة الفلاحين، لازم هما تاني يزينوا اللي هي المجهودات اللي بدلتها معاها الدولة كانت في بلاصتها، كانت في مكان. نصحوا نفسي وإياكم أيضا. راه هنا الأخ رئيس غرفة الفلاحة، إلا بينا نوصلوا هذه الرسالة للفلاحين. اليوم هذا كما حنا كنا نقولوا برا رزق البايله في الدير والروح ما كانش، لازم نخدموا في المكان، لازم يوقفوا عليه، ماشي ثاني يدوا الماء ويخدموا الخضره ويخدموا هذيك. انا معاهم، انا مادا بينا الفلاح يربح، ولكن ما يربحش على حساب المواطن الفاسد، ما يربحش على حساب الدوله. حاجه اخرى باش نتطوروا، الاخ الخضر بالغراس مد بعض الامثله كلها موجوده. اليوم نقول لك بلي اليونيتي المونوبلوك صغير اللي يديروا به التحميه يدير واحد 20 مليون، بصح الجي بي تاعه ناقص. الاكبر منه ممكن يوصل حتى 200 مليون. المخابر اللي تكلمت عليها موجوده على الطرق الوطن، رقم الهاتف تكلمهم يجوا يدوا لك العينه ويعطوك النتيجه. اليوم اذا بغينا تكون عندنا فلاحه في المستوى ومرتاحين بالقطاع الفلاحي، لازم الانتقال من الفلاحة إلى الصناعة الفلاحية، لازم نعتمدوا على التكنولوجيا، التكنولوجيا موجودة والدولة راها تساعد. دونك الكرة راهي في مرمى الفلاحين، حتى نشوفوا الأراضي تاع الوانتير، وأنا من المشجعين لهذا. نروحوا للشراكة، كاين ناس اللي عندهم دراهم، ربي يزيدهم إن شاء الله، متوجهين يحبوا يتوجهوا للاستثمار في المجال الفلاحي، يجب نشجعوهم. كما كنا نقولوا الأبواب مفتوحة والأيام مفتوحة، ماذا بينا ثاني نلاقوا هادو المستثمرين اللي عندهم مستثمرات واللي ما نجحوش طيلة سنوات في استغلالها احسن استغلال. نلاقوهم نعرفوهم مع ناس ولا مستثمرين اللي عندهم الاموال، ممكن نبيع عقود شراكه ونشحوا الفلاحه في ولايه عين تيمشن. ايضا من العوامل اللي راح تنجح لنا الفلاحه في ولايه عين تيمشن وترتقي الى ما نصبوا اليه الاسواق الجواريه، يجب علينا باش تكون عندنا اسواق جواريه في كل بلديه، لماذا في كل قريه، باش هذا المنتوج اللي راه كاين ما يروحش يروح لخارج الولايات، يولي مباشره من الفلاح الى المستهلك. خاصه نتكلموا على الفلاح البسيط اللي عنده بالك هكتار ولا نصف هكتار، اللي ما غاديش يقرا يبيعه لمونداتور تاع ولايات اخرى. وفي هذا الاطار مجلس الشعب الولائي راه يحضر في هذا الملف اللي راح يكون ان شاء الله في شهر مارس باذن الله. نظن راني تكلمت على النقاط اللي